الواحد ممكن يعملها هنا يطلع رحلة سفاري سينا عشان يتفرج على جمال الصحراء، جمال الجبال. الجبال ألوانها كتير ملونة، فيها حجارة كتير ملونة بسبب المعادن اللي موجودة فيها. بعض الجبال لها عروق باللون مختلف، عروق لونها أسود أو أحمر أو حتى أخضر. بساطة حياة البدو، تخيل ان واحد يبقى عايش كده وسط الجبال طول عمره في بيت زي ده، مفيش عنده ولا كهرباء ولا حاجات من وسائل الراحة الموجودة عندنا دلوقتي.